يفتون ولا يشاركون ولا يعينون هنا والخلاف. جزاك الله خير يا شيخ. المرأة المولود من الزنا ودخلت الإسلام وأبوها ما كان ينفق عليها ولا يزورها، فهل لوالدها حق؟ وهل المرأة تستخدم اسم والدها أو لابد أن تغيره؟ إذا كان أقر بها على ما تقدم، إذا أقر بها تنتسب إليه وهو وليها يعني عقد نكاحها، إلا إذا كانت مسلمة أسلمت وهو على كفر فإنها تولي أحد المسلمين. نعم، لكن هل له حق عليها لأنه هو ما كان ينفق عليها وهو غير مسلم وهي دخلت الإسلام ويعني عندها شيء في قلبها يعني هي تقرأ الرجل، ولكن هل هي تستخدم اسمه يعني هذا اسم؟ لا معنى نعم. لا معنى عن استخدام اسمي ولا استخدام اسم أفضل مما أكثر أفضل. جزاك الله خير شيخنا، الله يبارك فيكم. حياكم الله يحييكم. السلام عليكم.